ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة أنابيب البترول بدأت في إنشاء خطوط جديدة لنقل البترول بطول يقترب من 600 كيلومتر بتكلفة استثمارية تزيد على 11 مليار جنيه، وذلك لدعم كفاءة عمليات النقل وتوزيع المنتجات البترولية بمختلف مناطق الاستهلاك. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، حيث أشاد وزير البترول طارق الملا بالدور المحوري للشركة في تطوير الشبكة الوطنية لنقل البترول. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل. وأوضحت وزارة التجارة أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقا للمصدرين. تتوجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تنطلق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك لأول مرة بالقارة الإفريقية وبمشاركة 106 دول من أجل تحقيق التنمية المشاملة والمستدامة. تتناول جلسات الاجتماع السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود، وأيضا بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية وتعبئة الموارد لتمويل المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، فضلا عن جلسات أخرى وندوات مختلفة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة بوصلة السياسات، وهي إصدار غير دوري يهدف لمتابعة تطورات السياسة العامة حول العالم. سلط مركز المعلومات في إصداره الجديد الضوء على منصات السياحة الموحدة التي تم إطلاقها كأحد أوجه رقمنة قطاع السياحة، بجانب خطوات بناء وإطلاق منصة السياحة الموحدة، وذلك بدءا من متطلبات عمليات تطوير المنصة وصولا إلى هيكل المنصة. وأشار المركز إلى جاهزية مصر لبناء منصة مماثلة تشمل تقنية البحث الذكي والذكاء الاجتماعي، فضلا عن الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا، وذلك في إطار تطوير قطاع السياحة. ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار، وذلك خلال العام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال العام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها تقريبا 25%. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري ما بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال العام 2022، وذلك مقابل 15.9 مليار دولار خلال العام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%. حول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال العام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمركز الأول.
وإلى أسواق المال، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 1,368,000,000,000 جنيه بعد تداولات في سوق الأسهم بلغت 2.1 مليار جنيه. ووصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مكاسبه القوية لدى إغلاق التعاملات مدعوما بعمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الأجانب وأيضا العرب، سواء في الصناديق والمؤسسات أو الأفراد، فيما مالت تعاملات الصناديق المحلية نحو البيع ونشطت أسهم قطاعات الخدمات المالية، البنوك، الأسمدة وأيضا الاتصالات. ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي AGX 30 بما نسبته 0.66% مسجلا 20213 نقطة، هو أعلى مستوى له في تاريخه، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 خسائر هامشية بلغت تقريبا ما لا يقل عن 0.2% ليصل إلى 3827 نقطة، فيما سجل مؤشر AGX 100 وهو الأوسع نطاقا ربحا نسبته 0.10% مسجلا 5680 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. انخفض المؤشر القطري بما نسبته 0.3% متأثرا بتراجع جميع القطاعات تقريبا على رأسها الأسهم المالية، فيما خسر المؤشر الكويتي 1.6% متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع معظم القطاعات، فيما ارتفع المؤشر البحريني بمقيمته 0.1%.